يمكن حضرتك دلوقتي أشرت إلى موضوع التوعية في المدارس، التوعية في أماكن العبادة، المساجد، الكنائس. أثيرت ضجة في الفترة الأخيرة على تصريح منسوب لمعاليك الوضوء بالوضوء، إنه إحنا بنهدر مياه أو 3% من المياه بنهدرها من نتيجة الاستخدام السيء لمياه الوضوء. يعني حضرتك قلت الكلام ده فعلا؟ لا لا لا، للأسف أنا ما لم أصرح في هذا الكلام. أنا كل تصريحاتي بتقول على الترشيد والاستخدام الآمن للمياه. يعني في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو يعني حافظ على المياه لو كنت على نهر جاري. فأنا ما قلتش، لو قلت التصريح ده أنا هقوله، بس في بعض الجرائد أو المواقع الصفراء المغرضة بتنسب تصريح، وإحنا نزلنا نفي للتصريح دوت في ساعتها. يعني إنما إحنا بنتكلم على الترشيد عموما في كل المجالات.